مشاهدينا سلام الله عليكم، أهلا بكم إلى الظهيرة. نسعد بخدمتكم في هذا الفضاء الإخباري على مدار ما يقارب الساعتين. وملفات الظهيرة اليوم سنخصصها للتنمية بمناطق الظل بالإضافة إلى السياحة الصحراوية انطلاقا من جمال واحاتها. وللحديث عن ملفنا الأول والمتعلق بالتنمية المحلية بمناطق الظل والتكفل بانشغالات الساكنة اجتماعيا واقتصاديا، أسعد اليوم باستضافة السيد زيتوني الأخضر رئيس دائرة مجدالة بالبويرة. أهلا بك سيدي. شكرا للاستضافة. أهلا. كما أسعد كذلك باستضافتي السيد زيان طارق رئيس مكتب بالأمانة العامة بولاية البويرة مكلف بمناطق الظل. أهلا بك سيدي. شكرا سيدتي، شكرا للاستضافة. أهلا. وقبل الخوض في غمار النقاش، العينة اليوم اخترناها لكم بولاية البويرة، سيأخذنا من خلالها الزميل عبد الرزاق رمضان إلى منطقة السحاري ببلدية ريدان، حيث وقف على الظروف المعيشية للساكنة بهذه المنطقة. منطقة سحاري البعيدة عن مقر الولاية ب 67 كيلومترا، واحدة من بين 542 نقطة ظل أحصتها مصالح ولاية البويرة. المنطقة استفادت من عدة مشاريع، أبرزها الربط بشبكة الغاز وإنجاز قاعة علاج ستجهز قبل نهاية السنة لتخفف من معاناة ساكنة المنطقة. بعد تروح تدوق تشكل لازم تكري كروسة بسيكونت 150 ألف وتولي ب 50، ولا داك ما يجابلكش. وحنا عندنا المرفق هذا وراه، والحمد لله دروك مجدوش كاين عليهم جدو، ما ان شاء الله ما يقعد لناش حقنا، ان شاء الله ما يقعد، يقعد لازم يكون طبيب فيه، يجي واحد يرمي تيكي يلقاه هنا قدامه ما يروحش بعيد. هذه المنطقه منطقه زراعيه، منطقه فلاحيه، تنتج ما تنتج من الخيرات الكثيره، ولكن للاسف الشديد لا يوجد دعم. 200 مليار سنتيم هو الغلاف المالي المخصص لإنجاز 396 مشروعاً في مختلف أرجاء البويرة، من بينها فتح مسالك وتهيئة طرقات بمنطقة الحمراء، وكذا الربط بشبكة الماء والغاز لفائدة ساكنة منطقة ولاد قمرة. هدفنا هو إنجاز قبل 31 ديسمبر الجاري 310 مشاريع. إلى حد اليوم عندنا 263 مشروع انتهى سلمة، بقات لنا 47 مشروع باش نوصلوا للهدف تاعنا المسطر. فهذا 47 مشروع اللي مازالت نسبة الإنجاز المعدل تاعها يتراوح ما بين 80 و90%. مشاريع أنجزت وأخرى طور الإنجاز جعلت من البويرة ورشة مفتوحة، والهدف الانتهاء من كل المشاريع قبل نهاية الثلث الأول من سنة 2021. سيد زيتوني، البويرة كما ذكر زميل منطقة ورشة مفتوحة يعني على مختلف المشاريع. اليوم شاهدنا عينة من بين مناطق الظل التي تفوق 500 منطقة الظل بولاية البويرة، منطقة السحاري البلدية تشهد بعض النقائص، هنالك مشاريع، ماذا يمكنكم القول عن ذلك؟ شكرا سيدتي. إذن هو على غرار جميع مناطق الظل التي تم إحصاؤها على مستوى ولاية البويرة، احنا سمحيني بك نذكر كان فيه تصور، هو في الاجتماع الذي جمع السيد رئيس الجمهورية لقاء الحكومة مع الولات ورؤساء الدوائر. السيد رئيس الجمهورية عندما عرض الفيديو لم يكن ذلك يعني اعتباطا او وانما كان سيتي ميساج، كان يعني رسالة واضحة لكي لا يمكن أي اجتهاد في شأنها. قال ها مناطق الظل، شوفوا المعاناة المواطنين من جميع يعني أنواع المشاكل التي تعانيها مناطق الظل، المناطق النائية والمهمشة. وبالتالي قال كاين ورقة طريق، التعليمات واضحة، هو الاعتماد أو الاهتمام بهذه المناطق ومعالجة هذه النقائص ومعالجة هذا الخلل أو التوازن الإقليمي، يعني العدالة الإقليمية. وبالتالي احنا كان تصور سيد الوالي فيها استراتيجيه وضعت، بما اننا استوعبنا
رسالة رئيس السيد رئيس الجمهورية ذهبنا إلى التصور، وهو أولا شفنا نظرة شاملة السيد الوالي أشرف عليها، نظرة شاملة لمنطقة الظل، وهو معالج جميع المشاكل لجعل هذه المناطق جاذبة للسكان، محققة لأن الساكنة تبقى ثابتة، وكذلك نحقق ما يسمى بالراحة النفسية لهؤلاء المواطنين في جميع منحنيات الحياة، يعني في الحياة اليومية تحت من أطفال الصغار حتى الكبار وأيضا الشباب إلى آخره. وبالتالي بادرنا إلى وضع منهجية للعمل، وهي تحت إشراف السيد الوالي درنا كوميتي دو بيلوتاج، يعني لجنة إشراف على مستوى الولاية بالتنسيق مع السادة رؤساء الدوائر ورؤساء الأقسام، يعني مام دي شيف دو بروجي بور شاك كومون بنتبعوا قمنا بعمل إحصاء لجميع مناطق الظل، وكذلك إحصاء المشاريع التي أو القطاعات التي لها متطلبات في هذا الشأن. مشينا في هذه الطريقة، الإحصاء تم بمشاركة السادة رؤساء البلديات والمجتمع المدني. درنا بما يسمى برينستورمينغ، تدير عاصفة الأفكار، لأن المتطلبات كثيرة وكثيرة جدا. فيها أن ليستينغ، تدير فالي ليستينغ، يعني من ناحية رصد هذه أو تسجيل هذه المتطلبات، ثم تحديد الأولويات. أولويات أكيد. إذن من هذا المنطلق مشينا في التجسيد، تجسيد العمل يعني لا جيستيون دو بروجي. دونك دخلنا في اطار العمليات التي تم رصدها ويمكن تمويلها بالوسائل الماليه المحليه بطبيعه الحال، ومشينا في هذا الاطار اننا بادرنا اولا كان المؤشرات او الكريتار اولا اننا نحقق مشاريع بمبالغ يعني مش كبيره، اون ايفيتي يعني تفادينا المشاريع المعقده اللي تطلب دراسات وكذا وكذا، التي تستهلك يعني ميزانيه. نعم. الولايه، لانها تعتبر مشاريع استعجاليه تحقق الامباكت، يعني تحسن ظروف المعيشه المواطن. المواطن ما ينتظرش، ما بقاش يصبر، وبالتالي هنا مشينا في هذه الاستراتيجيه وفي هذه المنهجيه. اذا المشاريع تطلب اموال، مبالغ ماليه، غير اغلفه ماليه مش كبيره وممكنه الانجاز. نعم. فزابل في الأجل القصير. مشينا في هذه الطريقة، وبالتالي تم تجسيد المشاريع في هذا الإطار. نعم. هذا الروبورتاج شفنا في منطقة السحاري نبين المشاريع التي حققت الهدف المرجو وأيضا الامباكت، وهو فك العزلة بهذه الطريقة، مشاريع على الغاز والطبيعي إلى آخره. هناك قطاعات كثيرة تم مسوها. نعم. شق الطرقات، المياه الصالحة للشرب، معالجة المياه المبتذلة، الطرقات، أيضا الغاز الطبيعي، الكهرباء، الإنارة العمومية، يعني عدة قطاعات تم مسوها، حتى المدارس الابتدائية اللي أيضا استفدنا من بعض المشاريع. أذن سيد زيتوني، مشاهدينا حان الآن موعد أذان صلاة العصر للجزائر العاصمة وما جاورها من مدن، ننصت لصوت الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. أعود إليك سيد زيتوني، كنا نتحدث عن الاستراتيجية التي اعتمدتها ولاية البويرة لتسيير مناطق الظل، وبما أنكم رئيس دائرة مجدالة بالبويرة وتعد أحد مناطق الظل، كيف حال الدائرة؟ شكرا سيدتي. إذن احنا على غرار جميع الدوائر والبلديات لولاية البويرة، نحن منطقة جبلية بامتياز، وبالتالي عندنا قرى نائية، عندنا بعض المناطق التي تعاني كباقي القرى والمداشر للجزائر من بعض النقائص في هذا الإطار. إذن احنا حسينا على مستوى 6 بلديات، اولا دائرة مجدالة تحصي في 6 بلديات، إذا احنا حصينا تقريبا 51 منطقة ظل، وفي هذا 51 منطقة ظل سجلنا 327 مشروع، مشروع يعني مختلف القطاعات. التمويل الأولي الذي أتيح لنا من طرف الولاية، المشاريع القطاعية، المشاريع البلدية للتنمية، ميزانية الولاية إلى آخره، سمح لنا أننا تحصلنا على 41 مشروع موزع على 6 بلديات، انجزنا 17 مشروع هذه منتهية في مختلف القطاعات، في مختلف القطاعات، نعم، طرق، شبكة التطهير، شبكة المياه إلى آخره. إذا انجزنا 17 مشروع هذه منتهية مستلمة، فيها 24 مشروع أيضا راهي واصلة كما كان يقول السيد الولي في التقرير ما بين 80 إلى غير 90، هذه إن شاء الله تسلم في نهاية ديسمبر 2020، هذا التزام تاعنا بلي نسلموها. بقات يعني في غضون أيام، بقات لنا كنا نوليو نديرو الحساب، عندنا 268 مشروع في نفس المناطق الظل، في بعض المناطق الظل التي عولجت الاحتياجات تاعها، في بعض مناطق الظل كما نهز مثلا بلدية الغبال وعندها 16 منطقة الظل، من بين 16 كاين 6 مناطق فقط التي استفادت، كاين مناطق اخرى راح يجيها الدور ان شاء الله. قبل ان نفصل سيد زيتوني اكثر في هذا الشان، سيد زيان، بما انكم مكلف بمناطق الظل، كيف تتم عمليه احصاء مناطق الظل وكيف يتم احصاء كذلك الاولويات؟ شكرا سيدتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعتمدنا على مستوى الولايه منهجيه محدده وواضحه لاحصاء مناطق الظل. عندنا اولا تعتمد على
الاقتراحات المقدمة من طرف رؤساء المجاري الشعبية البلدية بالتنسيق مع ممثلي المجتمع المدني، وبعد تتم هذه الاقتراحات تتم دراستها والمصادقة عليها على مستوى لجنة الإشراف، على مستوى المنصبة، على مستوى الولاية التي تتكون من مختلف القطاعات التقنية، وبعد تتم المصادقة على مناطق الظل، وبعد يتم إدخالها على مستوى التطبيقية المخصصة لهذا الغرض. من أهم النقائص اللي تم إحصاؤها وتسجيلها على مستوى مناطق ظل، عندنا مثلا تزويد بالمياه الصالحة للشرب، عندنا ربط بالغاز الطبيعي، فك العزلة وفتح المسالك، شبكة التطهير، ربط بشبكة الكهرباء إلى آخره. ربما هذا يعود إلى طبيعة المنطقة كذلك سيد زيان. هي الولاية البويرة بطبيعتها هي طبيعة، هي ولاية فلاحية، ولاية جبلية، فيها الكثير من المناطق الريفية المعزولة النائية. لذلك تم إحصاء 542 منطقة ظل موزعة عبر 44 بلدية من أصل 45 على مستوى الولاية. للتكفل بهذه النقائص المسجلة تم اقتراح تسجيل 867 مشروع بمبلغ إجمالي يقارب 4 ملاير دينار. منها تم تسجيل وتوفير مبلغ مالي على المستوى المحلي للتكفل كمرحلة أولى ب 396 مشروع موزعين عبر 270 منطقة ظل كمرحلة أولى بمبلغ إجمالي يقارب ولا يفوق 2 مليار دينار. 2 مليار دينار. المتبقي 471 مشروع سيتم التكفل به إن شاء الله فور توفير المبالغ المالية لهذا الغرض. ما هي أولويات يعني مناطق ظل اليوم بولاية البويرة؟ يعني أنتم يعني عاينتم مختلف الأماكن على مستوى الولاية في مناطق الظل، ما هي الأولويات؟ اعتمدنا احنا في لجنة الإشراف الولائية تحت رئاسة السيد الوالي تم تحديد الأولويات حسب كل منطقة. مثلا كأولوية أولى تزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب، الربط بالغاز الطبيعي، مثلا تهيئة وفتح المسالك، شبكة التطهير، ربط بالكهرباء والغاز. هذه الأولويات المعتمدة حسب خصوصية كل منطقة اللي اعتمدناها على مستوى الولاية. نعم سيد زيتوني، الهدف الرئيسي والأساسي اليوم في السياسة المطبقة على مستوى مناطق الظل هي تثبيت الساكنة. نعم. لماذا؟ لأن سيدتي نحن نعلم كلنا بأن مناطق الظل بهذه النقائص التي كانت تعاني منها هي طاردة للسكان، وبالتالي نحن نريد أن نحقق عكس ذلك، أنها تصبح جالبة للسكان، تصبح مثبتة للسكان، وتصبح أيضا فيها ديناميكية. ولذلك في إطار تصور لولاية البويرة هو لم نتوقف فقط عند معالجة المشاكل أو النقائص لاحتياجات المواطنين للحياة اليومية. مثلا في هذا الإطار نذكر أيضا في إطار الاهتمامات أيضا مدارس ابتدائية، هذا شيء، هذا قطاع حساس جدا. استفادت في إطار مناطق الظل بلدية تغزوت مثلا من تهيئة قسمين في مدرستين إلى مطعمين للتلاميذ لتمكينهم من الحصول على الوجبة الساخنة. هذا يعني سيد زيتوني، نعم. يعني بالحديث دائما حول أهمية تثبيت الساكنة وبقائهم في أراضيهم، نشاهد هذه العينة مشاهدنا من النعامة، وفي إطار التكفل بانشغالة سكان مناطق الظل بولاية النعامة مشاريع هامة وحيوية تدعمت بها قرية حاسي الدفلة الحدودية بدائرة في صيفة، اهتمام مكن سكان القرية من العودة إلى المنطقة بعد هجرها طويلا، واستحسان الوضع الذي آلت إليه القرية. تفاصيل أوفى مع الزميل أيمن حنفي. تضم دائرة صفي صيفة بولاية النعامة 7 قرى صنفت كمناطق ظل، من بينهم وأبعدهم قرية حاسي الدفلة الحدودية، قرية كانت قبل سنوات شبه مهجورة لافتقارها لأدنى متطلبات الحياة،
فارتبطت عودة الساكنة إلى المنطقة بتوفير ما يحفظ لهم عيش كريم، مطالب تحققت من ماء كهرباء وغاز إعادة الاستقرار ونبض للحياة بهذه البيوت. حيث قربنا إحنا السلطات وهم قربوا لنا الحمد لله، سجلت الأمور الحمد لله رح مليحة على ما يرى. يعني كي وفرنا لهم إحنا هاد المشاريع هذه المواطن ارتاح، وصراحة يعني كنا بحاجة ماسة لهذه المشاريع والتكفل بهذه المناطق. تعرف القرية حركة لإنجاز مشاريع أخرى على غرار بناء قاعة علاج وربط المنطقة بشبكة الاتصالات، ما قد يضع حدا لمعاناتهم، كما انتهت معاناة هؤلاء التلاميذ مع التنقل بعيدا لطلب العلم بفتح أقسام مدرسة القرية مجددا بعد غلق دام أكثر من 25 سنة. عام اللي فات كنا نمشي على رجلينا، ذكرى دونا هنا المدرسة نقرو هنا يا خير لديان. إعادة استقرار المواطنين في القرية، التلاميذ كانوا يقرأوا في منطقة فرطاسة تبعدها حوالي 6 كيلومتر على قرية حاسدة، فاليوم الحمد لله راهم في المنطقة يقرأوا. كل قرى بلدية صفيصيف استفادت من حصص التهيئة التي تضمن التكفل الجاد بسكان مناطق الظل، اهتمام زادهم ارتباط بقراهم. إذن سيد زيتوني، بالحديث دائما عن مناطق الظل في البويرة، للحديث عن الاستقرار يعني بالدرجة الأولى لابد من توفر الكثير من الشروط، إيصال الماء الصالح للشرب، إيصال الغاز، وجود مؤسسات تربوية، كيف هي يعني هذه الأمور كلها في مناطق الظل بالبويرة؟ هو هذه مناطق الظل احنا عملنا على أن تتوفر فيها جميع شروط الحياة الكريمة للمواطن، وأيضا فكرنا في إطار الاستراتيجية والتصور هو حتى نذهب إلى اهتمامات الشباب فيما يتعلق بخلق ديناميكية اقتصادية، ولذلك فنحن بصدد التفكير في فتح ديزاين اكس، يعني ملحقات للتكوين المهني للسماح للشباب في هذه المناطق الظل لتعلم حرف التمرس عليها، وبالتالي وخاصة الحرف المتعلقة بالنشاط الموجود في المنطقة، النشاط الفلاحي بالدرجة الأولى، وحتى أيضا بالنسبة للنساء الماكثات بالبيت أنهن يجدن لأنفسهن متسع لخلق ما يسمى بالاقتصاد المنزلي، وأيضا الزراعة الجبلية إلى آخره. بالتالي هنا التصور تاعنا يذهب أبعد إلى معالجة المشاكل الآنية، المشاكل الآنية لخلق أو تحقيق ما يسمى يعني عدم الاكتفاء بتحسين الظروف المعيشية بالذهاب إلى خلق اقتصاد ريفي. لأن الشباب عندما يجد نفسه في منطقة الظل مثلا عرجت المشاكل تاعو اليومية، ولكن بعد شوماج يعني عندك مثلا بطالة إلى آخره، هذا يعتبر أيضا من العوامل الطاردة للسكان، وبالتالي احنا نعمل على حل هذا المشكل في إطار التصور الكامل لمعالجة مناطق الظل. سيد زيان، في إطار هذا التصور كذلك، تفضل، لك إضافة، تفضل. في هذا الشأن حبيت نضيف برك باللي تم إنشاء خلية ولائية مكونة من وكالة تشغيل لونسياج لاكناك لونجام مديرية تشغيل، راهم يقوموا بزيارات ميدانية على مستوى جميع مناطق الظل لتحسيس الشباب والساكنة بإنشاء مؤسسات مصغرة، تقديم تسهيلات لازمة، الاستجابة لطلبات الشباب ممكن في مجال الشغل حسب طبيعة كل منطقة وحسب خصوصية كذلك كل منطقة. نعم سيد زيتوني، نتحدث دائما على هذه المشاريع التنموية، واللقاء الذي جمع أمس سيد وزير الداخلية والجماعات المحلية مع الولايات المنتدبين وحتى رؤساء الدوائر، كانت هنالك العديد من التعليمات من بينها ضرورة الاحترام التام والتقيد الصارم بالأجل المحددة بخصوص تنفيذ المشاريع المسجلة لأهمية ذلك. نعم سيدتي، اللقاء الذي جمعنا أمس ظاهرة أمس مع السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كان فيه تعليمات ثرية جدا، وكانت فيه تعليمات كان فيه نقاش أو خطاب يعني صريح،
يعني سلس، وهو تعليمات انه وضعنا في اريحيه، قال ما تلتزموش بمشاريع اللي ما تقدروش تنفذوها، وبالتالي الالتزامات يعني مشاريع سهله تطلبش مبالغ كبيره، وشوف المواطن التحسن مباشره يعني على وجه السرعه، وهذه سيفيزابل داخله في الميثودولوجيا اللي داخله في المنهجيه وماشي حاجه. ثانيا الالتزام اخلاقيا ووظيفيا ومهنيا ووطنيا مع السيد رئيس الجمهوريه في الالتزامات اللي درناها معه في اللقاء تاعو، اننا نسلموا مناطق الظل الذي في الاجال تاعها، ونشوف المواطن التغير الحسن في حياته اليوميه. اذا بالنسبه للمشاريع اننا نجسدها، لاننا درنا مشاريع يعني قابله للتجسيد باموال يعني متوفره، واحد ما قلنا ديروا يعني اكثر من المجهود تاعكم، وفي اجل معقوله كذلك. وفي اجل معقوله بطبيعه الحال. لماذا؟ انا سمحي لي بك نفتح قوس. تفضل. احنا لازم يفهم المواطن باللي مثلا مشكل المياه ماشي معناتها باللي مشكل المياه لازم ندير مشاريع مكلفه وتطلب دراسات كبيره وفيها تعقيدات اللي راح تاخذ لي ربع سنوات خمس سنوات وممكن نحصل في الطريق. كاين ما يسمى بالحلول البديله، لي برودوي سيبستيتو موجوده هذه، هذا ما تم الاتفاق عليه امس كذلك في اللقاء. مثلا مواطن عائله ما عندهاش كهرباء، اذا كان لازم ننفق ملايير باش نوصل له الكهرباء، ندير له انكيت سولار. مثلا المياه الصالحه للشرب، ما عندوش المياه الصالحه للشرب، ما كانش شبكه، ندير له انسيتر افيك ريزو. نعم. مثلا ما كانش شبكه تطهير المياه المبتذله او المستعمله، ماهيش شرط ندير بروجي كومبليكي، ندير مشروع معقد ويطلب اموال ابل دو فون كبير، وانا ما عنديش مع هذه الضائقه الماليه والظروف اللي تعرفها يعني العالم كامل ومش غير الجزائر برك. اذا نروح المهم نحل المشكل، ندير انفو سيبتيك، وبالتالي فيه حلول لي بلاك سولار، فيه حلول كثيره. المهم الانسان يتصور، وانا بيل اون في ابل نطر جيني، هذا ما يعني هذا هي التصور، يعني امر يتطلب مرونه في تسيير هذه الازمات، مرونه وصراحه وشفافيه. نعم. شكرا. سيد زيان، هنالك امر ضروري ايضا تعاني منه مختلف مناطق الظل، هي النقل المدرسي من جهه، وتوفر المؤسسات التربويه من جهه اخرى، كيف هي البويره في هذا الشان؟ في هذا المجال الولايه قامت باحصاء جميع المشاكل وجميع البلديات التي تعاني من هذا المشكل، ودائما في إطار تكفل بمناطق الظل تم تسجيل وإنجاز، تم الانتهاء من إنجاز مجمع مدرسي على مستوى منطقة العواودة ببلدية قرومة بمبلغ إجمالي يقارب 1.7 مليار سنتيم، وتم وجميع الاحتياجات سيتم التكفل بها إن شاء الله. وما هو مسجل بالنسبة للمشاريع مستقبلا؟ بالنسبة نحكي بصفة عامة للولاية، بالنسبة للمشاريع قلنا اللي تم تسجيلها هي 396 مشروع و 399 بمبلغ إجمالي يفوق 2 ملايير دينار. الهدف والالتزامات المقدمة من طرف مصالح الولاية هو الانتهاء من إنجاز 300 مشروع كامل المجالات، في مختلف المجالات 300 مشروع تم الانتهاء من إنجاز 263 مشروع في المجالات التالية. عندنا في تهيئة الطرق وفتح المسالك 84 مشروع، وهو أمر ضروري جدا خاصة بالنسبة للمناطق الجبلية. بكل تأكيد. بالنسبة للتزويد بالمياه الصالحة للشرب 38 مشروع، لشبكة التطهير 59 مشروع، بتحسين ظروف التمدرس على مستوى مناطق الظل عندنا 3 مشاريع تم الانتهاء منها، الربط بالكهرباء 25 مشروع منجز، بالربط بشبكة الغاز 18 مشروع منجز، في قطاع الصحة تم إنجاز والانتهاء من إنجاز قاعة علاج على مستوى منطقة السحاري ببلدية ريدان، تم الانتهاء من ملعبين جواريين، وكذلك تم الانتهاء من 33 مشروع
للإنارة العمومية. هذا بالنسبة للمشاريع التي تم الانتهاء منها وأنجزت. تفضل سيدي. شكرا. اسمحي لي بك نرجع لقضية النقل المدرسي. سؤال مهم جدا. نعم. احنا بالنسبة للنقل المدرسي في ولاية البويرة لا يطرح مشكل. لماذا؟ لأن القانون يتحدث على الدولة متكفلة بالنقل المدرسي الابتدائي. نعم. يعني نكونوا صراحاء مع المشاهد ومع النقل الابتدائي، هذا هو اللي النقل اللي مضمون، وبالتالي احنا 100% مغطيه مناطق الظل فيها. لماذا؟ لان لو بارك رولون يعني الحاضره نتاع البلديات راهي مقتنيه كامل، وانما المشكل المطروح هو العطب اللي يوقع ساعه في الحافلات من مناطق جبليه الى هل يتم تجديد الحافلات؟ شوفي، هو احنا الحافلات نقتنيها سواء من وزاره الداخليه سي تناشا جروبي ناسيونال، سواء كاين بعض الحافلات تقتنى من طرف النفس سيال. اذا احنا الاقتناء الحافلات يتم من حين الى اخر من طرف وزاره الداخليه. نعم. وزير الداخليه البارح راه اعلن على رقم تم يعني تخصيص بعض الحافلات بعض الولايات مثل مسيله الى اخره. نعم. برج باريج. اذا احنا استفدنا في السنوات السابقه من حافله جديده وموزعناها على البلديه. ايضا باه نقول لك يعني فيه مجهود نتاع الدوله في هذا الاطار، هو ان نلجا الى التعاقد مع الخواص. يعني كي يعود عندنا عجز نلجا الى التعاقد، ويوم من طرف الولايه من صندوق الضمان. هذه الحلول البديله التي تحدث عنها. نعم. وزير الداخليه. لكن جرت العاده، برك جرت العاده في المناطق الجبليه هذه، كاين وين تستعمل النقل المدرسي الابتدائي في الطور المتوسط والثانوي، وهذا يعني مش اجباري. ولكن احنا عالجنا المشكله هذا بالنسبه لمناطق الظل. احنا مع رؤساء البلديه المجتمع المدني اجتمعنا، قال نوفر لكم خطوط النقل، وبالتالي مع مدير النقل وبتعليمات السيد الوالي مع المواطنين برضاهم وكلش خلقنا خطوط النقل للخواص اللي رايحين يديو ليدين داك وينقلوا الناس هذو باه نخفف شويه العبء على استعمال الحافلات. بالنسبة أيضا الصحة، مثلا الصحة نحن نعرف بأن المنطقة الجبلية كاين نقص في الوسائل البشرية، الأطباء والشباب الطبيين. حتى يعني مدير وزارة الصحة ومديرية الصحة يشكون من هذا النقص، يعني ما كانش أطباء مالغري كاين لي بوست ما كانش يجيو. واش دار؟ احنا بالنسبة لولاية البويرة اتخذنا إجراءات في هذا الإطار، وهو تنظيم قافلة تاع الأطباء. نعم. وذاك تجوب عبر مناطق الظل لتمكين المواطنين مره ومرتين في الاسبوع باه يتلقاو العلاج. العلاج نعم دوريا. ذوي الامراض المزمنه الى اخره. بالحديث عن الصحه كذلك، هنالك الربط بالغاز الطبيعي، وهو يعني عنصر ضروري وحيوي كثيرا يعني لتحقيق التنميه على مستوى مختلف المناطق النائيه. وقبل ان نتحدث عن ذلك، رغم توفر يعني مياه الري الفلاحي بولايه تسمسيلت، الا ان الفلاحين لا يطلبون حصص الري، وهذا ما جعل النشاط الفلاحي يقتصر على الحبوب ويعتمد على الأمطار. عبد القادر بن غنو يفصل أكثر في هذا الموضوع. يمتد محيط السقي الفلاحي للسد مغيلة على مساحة 900 هكتار، ولكن المستغل منها لا يتجاوز نسبة 20%، وهذا ما رده لاعتماد أغلب الفلاحين في زراعتهم على الأمطار الموسمية. احنا عندنا مشكل نتاع فلاحة، إيش كاين الماء اون ابوندونس، صدير احنا نمدوا الماء ابولونتي سيرون لا دومون تاع فلاحه، مي بروبليم فلاحه ما يجوش لينا. حوالي 200 قطار ولا راهي قاعده بلا ما يسقوها. حنا نطالبوا من هذا من المسؤولين اللي ما يخدموهاش يعطوها للناس اللي تخدمها. عندنا كاع النوعيه تاع الفاكهه. البطاطا نخدموا، المشكل احنا نتاعنا نحوسوا على الارض، يعاونونا حتى ب 10 قطارات، الدراهم مانيش نحوس، كي يعطوا لي 20 مليار ما نديش، يعطوا لي 10 قطارات ندي. هذه اللي نحوس عليها. ملف الري الفلاحي يدخل ضمن أولويات السلطات المحلية من خلال الخرجات الميدانية وإقناع الفلاحين بضرورة الانخراط في مسعى تطوير الاقتصاد الفلاحي. لو كان استغلوا المساحات الفلاحية الموجودة، ليس فقط نكتفي نحقوا الاكتفاء، ولكن ربما نغطي احتياجات الولايات المجاورة. تشجيع الفلاحين على خوض تجارب فلاحية بالاعتماد على تقنيات الري سيسمح بخلق شعب فلاحية جديدة بالمنطقة. سيد زيتوني، بالحديث عن الجانب الفلاحي هو هام جدا. نعم. والبويرة تعتبر منطقة فلاحية، كيف يتم الاعتناء بالجانب الفلاحي في مناطق ظل خصوصا؟ شوفي هي الأخت، بالنسبة للفلاحة
هي تتطلب عندها مشاكل كما مناطق الظل الري الى اخره. احنا بالنسبه لولايه البويره فيه مشاريع مثلا لي غران ترانسفير هذوك ستادير تاع ليريغاسيون. عندنا مثلا من شبكات الري نعم هذو الشبكات الري اللي انجزت من طرف لونيد. احنا نعرفوا باللي كاين الديوان الوطني للسقي لونيد هذا هو اللي يتكفل بالجانب هذا. كاين ريزو دو ديريغاسيون اللي ماشي دوك مثلا من جويه من البويره حتى الحدود نتاع بلديه مجداله. هذا راهو كانت شبكه مخدومه من قبل من 84 تم اعاده تاهيلها وحنا نرفقوا لونيد فيما يخصنا الغاز الى اخره باه يتم دونك الوضع الخدمه تاعو يتوضع في 31 هذا في نهايه السنه. كاين واحد اخر اللي راهو جاي من 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 بجايه صدر من البراج تاع بجايه يلحق حتى البلديه تشرفه. هذاك مثلا راهو يتم كاين ايضا ليريغاسيون بار من طرف الفلاحه كي تعود كاين مثلا ما كانش المياه للامطار كاين الرش المحوري اللي راهي مديريه الفلاحه مع مديريه الري يبرمجوه اللي كان المحاصيل الزراعيه ما تخسرش. وبالتالي هذا الجانب الري راه متكفل به على مستوى البويره والنقائص راهي في الاهتمام للقضاء عليها. سيد زيان بالحديث دائما عن الجانب الفلاحي، الفلاحه الجبليه في المنطقه لها اهميه كبيره، هل هنالك من تسهيلات يتم تقديمها للفلاح حتى يتم الاعتناء يعني بالارض والبقاء ايضا في هذه المناطق؟ شوفي سيدتي ولايه البويره تحتوي على ثلاث سدود. ثلاث سدود كبرى. كاين سد كدي تسردون وسد تيل جديد وسد الواد الاكحل ببلديه عين بسام. وكذلك تم تحصيل الولايه ثلاث مساحات مسقيه على مستوى الولايه ودراسه قائمه باش لفتح ولإنشاء مساحات مسقيه جديده. وفي هذا الشأن المشكل غير مطروح بالنسبه للسقي وفي المساحات المسقيه، المشكل على مستوى البويره غير مطروح باستغلال هؤلاء السدود. يعني ليس السقي فحسب وانما حتى الاستثمار الفلاحي في المناطق الجبليه. كيف تتم العمليه هنالك في مناطق الظل؟ هي الولايه هي منطقه فلاحيه بامتياز. ومناطق الظل هي ايضا مناطق فلاحيه. يعتمدوا في مناطق الظل بالاساس على المصادر على المنابع على الابار على في سقي منتوجاتهم وتسويقها. نعم. تفضل سيد زيد. شكرا. هو احنا نعرفوا باللي منطقه البويره في المناطق الجبليه واش كاين زراعه مثلا كاين زراعه اشجار كاين ماشي زراعه بلوتو لاغريكولتور تاع اشجار الزيتون. جينيرالمون نلقاو اشجار الزيتون الناس يسقيوهم كما كان يقول لك بالابار بالوسائل بالمياه المتوفره. وكاين مياه عندنا مثلا العنصر الدركان هذا او ما يسمى بالعنصر الاسود ينتج كميات هائله من المياه هائله. وحنا نشوفوا باللي سكان المناطق الجبليه تربيه الابقار تربيه الشرتل تاع الماعز وايضا النحل ايضا يديروا النحل يديروا اشجار الزيتون اشجار اللوز الى اخره. اذا هنا ما تطرحش مشكله الناس تقوم وخاص ويعني في غالب الاحيان تلقى الناس يقوموا بالنشاط الفلاحي الجبلي لكن ما يسكنوش تما ماشي يسكنوا تما يسكنوا بلايص يعني مناطق اخرى ولكن راهم يمارسوا في النشاط تاعهم بكل اريحيه. نعم. يعني راهم يمارسوا الى حد الساعه ما طرحناش مشكل نتاع المياه. والبويره يعني بالاضافه الى انها منطقه فلاحيه بامتياز هي منطقه صناعيه كذلك. نعم. بامتياز. نعم. بالعوده الى الحديث عن التزويد بالغاز الطبيعي بما انه يعني عنصر حيوي ربما هنالك صعوبه خاصه في المناطق الجبليه، هل هنالك استراتيجيه جديده لايصال الغاز الطبيعي لهذه المناطق؟ هو بالنسبة لجميع السكان تقدري تقولي باللي ولاية البويرة راهي من الأوائل في التغطية بتغطية السكان أو الساكنة بالغاز الطبيعي، رانا وصلنا تقريبا 85% إذا كان أختك صحح لي يعني.
لان صنع الغاز في الافسيسيه اللي فات دات تقريبا مبالغ طائله تعاقدت مع الولايه على اساس انها تجز تغطيه الغاز. بالنسبه للمناطق الصناعه، احنا ما عندناش مناطق صناعيه في المناطق الجبليه. نعم، عندنا مناطق صناعيه في السهوب، يعني فيما يتعلق بمنطقه وادي البردي، ونخمم اننا نفكر في انشاء بعض المناطق الصناعيه مثلا في الشرفه اللي هي تعتبر يعني محاذيه لاقبو، اللي تعتبر منطقه صناعيه بامتياز اقبو، صناعه الغذائيه الى اخره. ايضا نفكر اننا نخلق منطقه صناعيه، منطقه ماشي صناعيه ولكن منطقه حرف ونشاطات، سي دي زون داكتيفيتي ماشي دي زون اندستريال في اثمنصور. كاين الملفات راهي جاهزه، لكن بالنسبه للوادي البردي حسب المعلومات اللي سمعتها من السيد الوالي البارح ومع السيد الوزير، هو ان المشكل اللي كان مطروح تاع الغاز الطبيعي والالكتريسيتي، بالنسبه كانت فيه ايضا دراسه واقعيه، نظره استراتيجيه. هو قال الناس اللي راهم انجزوا المصانع تاعهم ولا اللي دخلوا حيز النشاط، السيد الوالي تكفل لانه كان فيه مشكل انه الناس هذو مبالغ ضخمه تطلب تقريبا 60 مليار دينار، 70 مليار دينار لتغطيه منطقه الصناعات. اذا قال نبداو بالناس اللي راهم جديين، بداو المشاريع تاعهم يبنيو، او الناس اللي راهم دخلوا حيز الانتاج هذوك ياو مونتاج فينانسي 25% من عند المستثمر لانه فيه ضائقه، وايضا تمويلات اخرى ثلاثيه التمويل من طرف الولايه ومساهمه صنع الغاز الى بهن، وتحلت المشاكل في هذا الاطار بان نسمحوا لهذه المشاريع هذه وهذه المصانع انها تخدم وتوظف تنطلق يعني في. اما بالنسبه للمستثمرين اللي ما بداوش المشاريع تاعهم، هذو يبقاو راهم مشاريع لم تجسد بعد. بالحديث دائما لك اضافه سيد زين، تفضل. حبيت برك نضيف بالنسبه للمناطق الظل، اللي ربط مناطق الظل بالطاقه الكهربائيه وبالغاز. تم تسجيل 94 مشروع بتمويل متوفر، 49 مشروع سيتم الانتهاء منه مع نهايه السنه الجاريه، 43 ديجا منتهي، وسيتم الانتهاء ايضا من انجاز 45 مشروع اخر في افاق وبعد نهايه الثلاثي الاول من سنه 2021. سيد زيتوني، بالحديث دائما عن الجانب الاقتصادي، تحدثتم منذ قليل عن استراتيجية جديدة تتبعها الولاية لتثبيت الساكنة من جهة، ولخلق نشاط اقتصادي على مستوى مناطق الظل. نعم، هو في إطار يعني تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية وأيضا الوصاية المركزية، مرافقة المستثمرين هذا من ناحية، بالتالي مرافقة المستثمرين لحل المشاكل العالقة أو المشاكل المستعصية اللي يعني تمكينهم من الدخول في الإنتاج وخلق ثروة وخلق مناصب شغل إلى آخره. بالنسبة للمناطق الظل، احنا قلنا التصور في الاستراتيجية، تصور الولاية، تصور السيد الوالي والستاف تاعو، هو أننا ما نبقاش في معالجة مناطق الظل وحل المشاكل نتاع الحياة اليومية العادية وفقط، وإنما التفكير أيضا في خلق نشاطات اقتصادية للشباب. لماذا؟ لأيضا محاربة ما يسمى بالظاهرة السلبية اللي هي البطالة. وبالتالي هنا دخلت الاستراتيجية والتصور في إطار المعالجة الشاملة، يعني نحل المشاكل تاع الحياة اليومية من تمدرس وصحة وموبيليتي تحرك، وايضا ميم حتى لا سيكوريتي دي سيتويان، يعني ليكليراج بوبليك سافا لا سيكوريتي. اذا هذا الكامل فكرنا ايضا قلنا اننا نفتح المجال لهؤلاء الشباب، نعطيهم الفرصة أننا نخلق لهم ملحقات للتكوين المهني ويتعلموا الحرف التي، وهذا بطلب من الشباب وحتى من النساء. مثلا أنا عندي في مجدالة عندي مدرسة مغلقة أبوندوني من وقت العشرية السوداء، اقترحناها بتكون مركز تكوين مهني للنساء بطلب من النساء بيتعلموا الحرف التي يرغبون فيها ويجدوا فيها يجدنا انفسهن فيها راح ينجحنا، وبالتالي نفتحوا مجال حتى المراه انها تكون منتجه، المراه الماكثه بالبيت تكون منتجه ومساهمه في ميزانيه البيت ميزانيه الاسره فعلا. وهذا ما يحقق الـ 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 يعني الاريحيه لو بيان اتر تاع العائله، ويخلق ايضا
يعني المرأة تكون تحس في روحها انديبوندونت فينانسيرمون وحتى يعني مرافقة وانه التخصصات المختلفة على مستوى مراكز التكوين المهني تكون مطابقة لطبيعة المناطق مناطق الظل بطبيعة الحال تكييفها مع خصوصيات المناطق. بارك الله فيك. هنا احنا في اطار التشاور وفي اطار التواصل مع المجتمع المدني احنا رايحين نديروا الديزانيكس هذو والملحقات بيطلب من الشباب قالوا واش تحوسوا نتوما اون با يعني نخدموا نديروا التخصصات مع مديريه التكوين المهني اللي يبغيوها هما اللي حابينها هما تشجيع المقاولاتيه خاصه ان الجزائر تتوجه نحو هذا الطرح ولما لا خلق مؤسسات مصغره التي تستطيع لا ميكرو انتربريز كي فا اديري دون لو بيزاج ايكونوميك دو لا دو منطقه الظل استدير اللي صنع ادوات فلاحيه اللي ايضا مثلا واحد يديباني لي موتور كذا كذا باسكو كاين منطقه نائيه مثلا تروح للجروب تاعو اون بان ما عندوش شكون يجيبو له فعلا يخدموا له مثلا عنده ادوات فلاحيه عنده شكون يخدموا له وبالتالي هنا حتى الابداع الابداع لا. الابداع نشجعه في اطار لي ستارت اب بوركو با ممكن ان جون غدوا يبا نو يعني نو زانفونتي دي انسترومون اللي راح نسجلوا مثلا قطف الزيتون الزيتون مثلا حاليا نعطيك مثال الناس يطلع في السلم وكاين الناس بزاف يطيحوا فعلا نسا مساكن الناس كبار ولماذا لا احنا قلنا بلي مثلا الشباب راح يخترع لا بيرش هذه يوجد افكار كثيره يعني للشباب اليوم سهله مره مش حاجه وكاين شباب انا هضروا معايا قالوا نقدروا نخدموها محليا نجيبوها من ايطالي نقدروا نخدموها محليا نعطيونا برك الامكانيات يجب تشجيع هذه الافكار نخدموهم وبالتالي نسهلوا عمليه الجني جين الزيتون. تفضل سيد زين لك اضافه لما قاله السيد رئيس الدائره. الولايه باشرت في احصاء مقرات اداريه مغلقه لاستقبال فروع تكوين فروع منتدبة للتكوين المهني بعد ذلك يبشكي لجنة تكون من السادة رؤساء الدوائر ورؤساء المجلس الشعبية البلدية وكذا مصالح التكوين المهني بعد الانتهاء من الإحصاء تم اقتراح إنشاء 4 فروع على مستوى بلدية سحريج بمنطقة الظل مزارير ببلدية عين بسام على مستوى منطقة الظل الشابوبية ببلدية سرغزلان بمنطقة قلتا الزرقاء وببلدية قرومة في منطقة عبد النور الكاف. نعم. وفي هذا الشأن كذلك سيتم هذه المقرات تحتاج إلى تهيئة وسيتم في هذا الشأن سيتم إعداد بطاقات في التقنية لتحديد الأشغال الواجب إنجازها والتكفل بها وتهيئتها كفروع منتدبة للتكوين المهني. وأكيد يعني ستكون إضافة وتساعد في أن الشباب يمارس مختلف المهن التي يرغب فيها والتي تتماشى وخصوصيات هذه المناطق. سيد زيتوني بالحديث عن جائحة كورونا هذه السنة الجزائر على غرار دول العالم عاشت ظرف صحي يعني خاص هذا أثر اجتماعيا واقتصاديا على الساكنة اقتصاديا مناطق الظل كيف تم الاعتناء بها في ظل الجائحة؟ شكرا سيدتي. احنا بالنسبة للجائحة هذه التي لا تخفى على الجميع نتمنى من الله سبحانه عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء إن شاء الله وأن يوفقنا لتجاوزه بأقل الخسائر البشرية خاصة. احنا إذا على غرار جميع ولاية القطر الجزائري وفي إطار التعليمات وأيضا في إطار المبادرات المحلية وبالتعايش مع هذه الجائحة فيه ركزنا أيضا على المساعدات الاعتناء بمناطق الظل. احنا نعرفوا بلي في هذه الجائحة النشاط فيه كان فيه انكماش النشاط الاقتصادي فيه ركود فيه أيضا الإجراءات الصحية التي منعت الكثير من الناس خاصة من مزاولة مهنهم العمال اليوميين يعني أجراء اليوميين أو العمال اليوميين يعني احنا فكرنا في هذا الإطار وكان فيه مجهودات جبارة في هذا الشأن يعني أولا انطلاقا من التعقيم لأننا نهتم بصحة المواطن التعقيم الاهتمام بالجانب الصحي ثانيا فيما يخص لا بريزون شارج يعني التكفل بالمواطنين على مستوى المستشفيات تحقيق الوباء إلى آخره ثالثا القضية نتاع مثلا قدمنا إعانات عينية يعني ماهيش نقدية عينية لأن الإعانات النقدية هي قررت من طرف الإدارة المركزية لا. من طرف
قال مثلا 1 مليون دينار 10 مليون دينار 3 هذه حددتها نصوص تنظيميه وقررت على المستوى المركزي. بالنسبه للمستوى المحلي المستوى المحلي احنا قمنا بتقديم مثلا مؤونات او مواد غذائيه للعائلات المعوزه او ذوي الدخل الضعيف لهذه المناطق عده مرات. يعني في عده مرات قدمنا لهم اعانه مؤونات غذائيه اللي جمعتها الولايه وكاين اللي شرتها من 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 ميزانيه الولايه وكاين اللي قاموا بها الناس محسنين يعني في اطار التضامن التكافل الاجتماعي. كيف يعني تم العمل مع مختلف الجمعيات وهيئات المجتمع المدني حتى يكون التكفل احسن والاعانه تذهب مباشره لاصحابها؟ بطبيعه الحال ولا يمكننا لا مناص من ذلك اننا نعمل مع الجمعيات. احنا نعرف اللي في منطقه في ولايه البويره المناطق الجبليه معروفه بوجود هذه الجمعيات الخيريه. لا. وايضا في اطار المساعي او في اطار التعليمات هو تشجيع تسهيل تسجيل الجمعيات الخيريه ولجان الاحياء لان المجتمع المدني هو الاساس في 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 العمليه التضامنيه. واحنا السيد رئيس الجمهوريه سجل بارتياح مساهمه المجتمع الجمعيات الاجتماعيه. كاين بعض الجمعيات قامت بمجهودات جباره وهي مشكوره على ذلك ولا يستطيع احد ان يخفيها. اذا احنا في هذا الاطار دخلنا في هذا الاطار رحنا المساعي تاع الجمعيات وكلفناهم هما اللي يحصيو لنا ويشوفوا الناس المحتاجين ونعطيوهم لهم الاعانات وكان ثقه بيناتنا ووصلت الاعانات هذه لاصحابها بقدر المتاح بطبيعه الحال. أكيد. حتى في التعقيم الى اخره ما بخلناش على الجمعيات. وحنا ايضا قمنا بمبادرات شخصيه على مستوى المحسنين وين جمعنا بعض يعني التبرعات ونعملوا مع بعضنا لتخفيف العبء والمعاناه على المواطن. سيد زيان، بالحديث دائما عن العمل المشترك بين السلطات المحليه ومختلف جمعيات المجتمع المدني، هل هنالك استراتيجيه مستقبلا حتى يتم اشراك هذه الجمعيات في مختلف القرارات التي تتخذ محليا وبالخصوص على مستوى مناطق الظل؟ بطبيعه الحال منهجية الولايه هي اشراك المجتمع المدني وكذا ممثلي لجان الاحياء في اتخاذ القرارات الخاصه بالمنطقه تاعهم وكذا تسهيل الحصول على المعلومه والصحيحه من المصدر وتفادي تاويلات وكذا. في هذا الاطار كذلك الولايه قامت بعمليه تحسيسيه من طرف البلديات من اجل للاتصال بسكان مناطق الظل من اجل تنظيم انفسهم في شكل الجمعيات كما قلت من لتسهيل التواصل وكذا توفير المعلومه اللازمه. نعم. اذا نذهب الى منطقه اخرى مشاهدينا الى ولايه بومرداس، ننتقل بالتحديد الى بلديه بن عمران التي تبعد بحوالي 20 كيلومتر عن مقر الولايه بومرداس، حيث انتقلت الى هناك الزميله فتيحه بوعراب ووقفت على وضعيه وانشغالات الساكنه بهذه المنطقه. نتابع. بلدية بن عمران بولاية بومرداس منطقة سياحية وفلاحية تملك كل مقومات التنمية، إلا أن نقص الإمكانيات والموارد أحصد 7 مناطق ظل. سكان هذه المناطق يطالبون السلطات بتجسيد المرافق العمومية والمشاريع التنموية. الأولوية كنا طالبين الضوء والطريق والماء، الحمد لله كان ولكن غير كافي، ما زال لحد الآن هكذا الضوء ما زال ما صدرش، والطريق ما زالت ما انجزتش ما خدموهاش، وما زال كاين حاشاكم صرف الصحة على جهة الجهة الغربية منها ثاني ما زال ما كملوهاش. الماء ديال الماء مخصوص عند الطرقان هاملك، الطرقان اللي عندنا كلش دريت عليكم ساكن راهم هنا في الميزير هاملك في الغابة في وسط الغابة اللي راهم يروحوا دريت عليكم. عندنا الماء هاملك وراه هو اسمه الشاطو، كاين الفوق زوج وهنا واحد. الماء ما عندناش، يجينا خطرة في شهر. النقل المدرسي هذا كيما بريمار بوعدنا، ميسيام والليسي هذوك راهم يهبطوا منا في وسط الغابه وحدهم، وكمان سماو لينا نديروا شغل بيرمانونس توجور واحد يهبطهم صباح بكري.
تاع تسليه ولا ترفيه ولا حاجه تاع ثقافه ولا ما كاين والو. ادنى 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 حاجه اللي ما عندناش ملعب صغير جواري هكذا صغير يلعبوا فيه دراري صغار ولا ما كاين والو. مؤخرا استفادت بعض مداشر وقرى بلدية بن عمران بالربط بالغاز الطبيعي وتهيئة الطرقات في انتظار استكمال المشاريع التنموية الأخرى. وللوقوف أكثر على وضعية البلدية معنا على المباشر الزميلة فاتحة بعراب التي ستحاور السيد يوسف بوسعيدي رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بن عمران. أهلا بك. نعم مساء الخير زملائي بالأستوديو المركزي. نحن نتواجد بأعالي قرى بلدية بن عمران بولاية بومرداس. هذه البلدية ذات طابع فلاحي وسياحي بامتياز، إلا أنها بحاجة ماسة إلى بعض المرافق التنموية لفائدة المواطنين الذين كان لدينا معهم لقاء أين رفعوا انشغالاتهم ومطالبهم للسلطات المحلية. يحضر معي رئيس مجلس الشعب البلدي لبلدية بن عمران السيد بوسعيدي يوسف. أهلا وسهلا بك سيدي. بعد تنقلنا ونحن في مهمة عمل إلى عدة قرى من بلدية بن عمران، أين استمعنا لانشغالات المواطنين كلها تتقاطع في تهيئة الطرقات، الإنارة العمومية، وتزود بشبكة المياه والنقل سواء الحضري أو النقل المدرسي. هل هناك من مشاريع في المستقبل القريب ذات الأولوية حتى تسهم في تنمية هذه القرى التي صنفت كمناطق ظل؟ بسم الله، نشكركم على حضوركم لبلدية بن عمران. نحن كما نعرف بلدية بن عمران في الآونة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالمناطق الظل قمنا بتصنيف 7 مناطق لتوفر فيهم الشروط والعوامل اللي تسمح لنا بتصنيفها كمناطق ظل. نعدها وهي كل من سعيداني حمزاوي عثماني بتوزالين، أيس سعيد، أغز ريباون، بورجوان، بوضبال، وثيزيوارو. احنا نعرفوا مختلف القرى بلدية بن عمران بغير المصنفة والغير مصنفة تعاني كثيرا من عدة مجالات لتتمحور أساسا بالطاقة. الحمد لله استفدت بلدية بن عمران من مبلغ مالي معتبر يقدر ب 54 مليار سنتيم بتزويد مختلف هذه المناطق بالمادة الحيوية. اللي عرفنا نسبة تقدم الإنجاز بين 80 و 90%. أما فيما يتعلق بالعنصر الثاني أو المجال الثاني وهو الإنارة العمومية وكذلك الكهرباء الريفية، استفدت بلدية بن عمران من 5 مشاريع بتزويد هذه القرى بالإنارة العمومية من نوع لاد، وهي كل من قرية سعيداني، أيسي سعيد، حمزاوي، وعثماني، أغز ريفاون، وبورجوان، في انتظار تجسيد المشروع أو تزويد المناطق المتبقية بالإنارة العمومية ريثما نجد التغطية المالية. أما بالنسبة للعنصر الأساسي وهو النقل المدرسي، الحمد لله وفرنا حوالي 8 خطوط خاصة لنقل التلاميذ القرى مناطق ظل وكذلك المناطق الأخرى. أما وكذلك الحافلات البلدية بنقل التلاميذ مناطق ظل سواء بالنسبة للتلاميذ الابتدائي الثانوي والمتوسط. أما المجال الآخر وهو الموارد المائية سواء الربط هذه القرى ب قنوات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب، هناك عمليات سجلناهم إن شاء الله رانا رايحين نستلموهم في قبل 31/12/2020، وكذلك هناك عمليات اللي رانا رايحين إن شاء الله نستلموهم في الثلاثي الأول 2021. فيما يخص ربما
نقل المسافرين ومشاريع موجهة خاصة للشباب المنطقة العاطل عن العمل؟ احنا بالنسبة للمشاريع رانا اقترحنا بإنجاز مينيزون داكتيفيتي على مستوى واد جنان، اقترحنا بلم مختلف النشاطات يمارسوها المنطقة سواء صناعة الأحذية أو الجلود أو مختلف الصناعات التقليدية. أما بالنسبة للنقل المدرسي رانا سبقنا وهدرنا عليه، أما بالنسبة للنقل الحضاري رانا رسلنا السلطات المختصة في ذلك وهي مديرية النقل لتسمح لنا بتزويد مختلف هذه القرى بخطوط أساسية لتقدر حوالي 20 خط. إن شاء الله نتمنى يعطونا هذه الخطوط. نعم، شكرا لك سيد رئيس بلدية بني عمران على هذه التوضيحات وهذا الرد، وتبقى الاهتمام بمناطق الظل والمناطق المعزولة من أولويات المسؤولين على مختلف الأصعدة حتى تسهم في فك العزلة وتنمية هذه المناطق وإسهامها في التنمية المستدامة واستقرارهم في قراهم. كانت معكم الصحفية فتيحة بوعراب، تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق التقني العامل معي وشكرا لكم. شكرا لك زميلة فتيحة بوعراب ولضيفك الكريم. وكما ذكرت سابقا مناطق الظل تتقاطع في العديد من الانشغالات والمشاكل، وحاولنا اليوم أن نقف عند العديد من المحطات على مستوى مختلف ولايات الوطن، ويحضر معنا دائما السيد زيتوني الأخضر رئيس دائرة مجدالة بالبويرة، وكذلك زيان طارق رئيس مكتب الأمانة العامة بولاية البويرة. البويرة مكلف بمناطق الظل، وتحدثنا كثيرا حول هذه المنطقة والاستراتيجية المتبعة لتسيير مناطق الظل ويعني تحقيق مختلف المشاريع التي من شأنها أن تخلق يعني ظروف معيشية لتثبيت الساكنة هنالك. بالعودة إلى هذه المشاريع، هنالك جانب كذلك جد هام فيما يتعلق بالجانب الصحي وتوفير قاعات العلاج. منذ قليل ذكرت أن هنالك ربما مشكل في الجانب البشري، كيف يتم حل هذا الإشكال؟ هو بالنسبة لهذا الجانب احنا ما يخفاش على الجميع بأن فيه بعض قاعات العلاج اللي راهي غير ما عندهاش أطباء. نعم، ربما تلقي الممرض فقط أو ما كانش، لكن الساكنة ماذا تطلب؟ يطلب طبيب، يطلب ممرض حاضر دائما. نعم، وهذا في قدرات وزارة الصحة مش ممكن في جميع المناطق. ربما بعض المناطق الحضرية وبعض المدن ممكن، لكن في بعض المناطق الريفية أو المناطق الجبلية البعيدة يمكن عدد السكان قليل، ما يمكنش به يكون طبيب متواجد يوميا، وبالتالي الممرض على الأقل ما يكون موجود، لأننا احنا نختار أو نبحث عن طبيب يسكن في المنطقة هذيك، وكاين حتى سكنات وظيفية في إذا احنا أمام استحالة توفير وزارة الصحة ومدير الصحة للأطباء والشباب الطبيين فيما يتعلق هذه القاعات العلاج. القاعات العلاج تبقى مفتوحة هذه لا نقاش فيها. أما قضية تمكين الساكنة من الحصول على العلاج والكنترول ميديكو يعني المراقبات الطبية والحصول على يعني ليسوان توحم هذوك تشيكا إلى آخره، هذه قلت لك التصور تاع الولاية والمنهجية هو أننا مع مديرية الصحة سيد الولي أعطى تعليمات قال نديروا سكونابيل كلينو موبيل، استدير يعني العيادات المتنقلة فيها أطباء متخصصين أطباء عامين فيها شبه طبيين ويتنقلوا دواليك يعني الطوافي الطبية تتنقل عبر مختلف عبر مناطق الظل خاصة تحديدا لتمكين هؤلاء يعني الذهاب إلى هؤلاء السكان وتقديم العلاج لهم. سيد زيان ككلمة أخيرة يعني دائما في هذا الإطار بالنسبة للقوافل الطبية كيف تقوم بعملها على مستوى مناطق الظل؟ بالنسبة للقطاع الصحة على مستوى مناطق الظل احنا على مستوى الولاية ما عندناش مشاكل هياكل صحية، هياكل كهيكل ما كانش مشاكل صح. تقريبا جميع مناطق الظل يتم تغطيتها على مستوى قاعات العلاج متوفرة، وكذا القاعات متعددة الخدمات متعددة المؤسسات الطبية
لهذا في هذا الشأن تم سجلنا إلا مشروع واحد نعم على مستوى وتم الانتهاء منه لتهيئة قاعة علاج على مستوى منطقة سحاري ببلدية ريدان. وكل هذه المشاريع سيد زيان طارق من شأنها أن تخفف عناء سكان مناطق الظل. إذن سيد زيتوني الأخضر رئيس دائرة مجدالة بالبويرة شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. سيد زيان طارق رئيس مكتب بالأمن العامة بولاية البويرة مكلف بمناطق الظل شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا عملية كبيرة شهدتها اليوم ولاية البليدة والمتمثلة في توزيع مواد غذائية على المطاعم المدرسية والتي ساهم فيها مختلف المتعاملين الاقتصاديين على مستوى مختلف المؤسسات التربوية بهذه الولاية. بطبيعة الحال اليوم رانا في عملية ثانية بعد العملية الأولى التي بشرت بها الولاية وعلى رأس سيد ولي الولاية وهي تخص مواد التعقيم ومواد التي تسمح بتنفيذ البروتوكول الصحي على مستوى المؤسسات التربوية خاصة بالنسبة للابتدائي. واليوم رانا نعيش عملية كبرى أخرى لتخص بالمطاعم المدرسية وهي تزويدها بمختلف المواد الغذائية اليومية التي يحتاجها التلميذ كما تلاحظون من المواد الجافة 19 طن من البيض من اللحوم البيضاء من العجائن من الشوكولاتة من الحليب خاصة بالنسبة للتلاميذ السنوات الأولى والثانية ربما اللي ما أخذوش الحليب تاعهم يأخذوه في المدرسة دي بوتي على الساعة 10 وعلى الساعة 3 دي بيسكوي. هذه كلها دعم للتكفل الفعلي بالتلاميذ داخل المدرسة الابتدائية خاصة في هذه الأيام الباردة بالنسبة لوجبة ساخنة. ونحن على مستوى الولاية لدينا 191 مطعم مدرسي اللي يقدم وجبة ساخنة ولكن بهذه التدعيم بطبيعة الحال هذا زيادة على الميزانية الولائية زيادة على المبالغ التي أرصدت للمطاعم المدرسية التي تقدر ب 12 مليار لتحسين الوجبة الغذائية إضافة للمخطط الغذائي الذي وضعته مصلحة المفتشية التغذية بالتنسيق مع مصالح الصحة المدرسية. بطبيعة الحال هذا يجعلنا أننا نزيد ندرج مؤسسات أخرى اللي ما عندهاش مطاعم في خلق مطاعم مركزية اللي رايحين نمسوا تقريبا 25 مدرسة ابتدائية بدون مطاعم اللي رايحين ندخلوها في هذه العملية باش يكون عدد المطاعم يعني يرتفع تقريبا يفوت حتى 220 مطعم مدرسي على مستوى الولاية. هذه عملية أولى يمكن أن تكفي بالنسبة لنهاية السداسي الأول ربما حتى بداية السداسي الثاني ولكن ستواكبها عملية أخرى تضامنية لتدعيم دائما الوجبة الغذائية لأن قانونيا المطاعم لديها ميزانية تاعها الدولة وفرت الأموال ولكن هناك بعض المواد ربما غير مدرجة في مخططاتنا الغذائية احنا دركا زدناها لكي يكون هناك جذب التلاميذ وهذا الفعل فعل تربوي ليس فقط لي ولكن هو فعل تربوي الدرجة الأولى لنحبب المدرسة للتلاميذ ليكون هناك تلاحم ويكون هناك محبة بين الأستاذ وبين تلميذه لأن يعني الأسرة الثانية بالنسبة للتلميذ هي المدرسة. وهي مبادرة من شأنها توفير الوجبات على مستوى مختلف المؤسسات التربوية بولاية البليدة. أما الآن فقد حان موعد نشرتنا الاقتصادية مع الزميل هشام أكلي لكن بعد الفاصل. أهلا المشاهدين الكرام إلى هذا الموعد الاقتصادي. أكد رئيس والمدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار أن القدرات الإنتاجية للمجمع لم تتأثر رغم الصعوبات التي واجهها جراء تداعيات وباء كوفيد-19 مبرزا أن الشركة الوطنية للمحروقات استطاعت تفادي خسائر معتبرة للحفاظ على التوازنات المالية على المدى المتوسط بفضل مختلف الإجراءات المتخذة مضيفا أن سوناطراك اتخذت جملة من الإجراءات الاستعجالية للحفاظ على سلامة عمالها والاستمرار في تموين السوق الوطنية وتلبية التزاماتها التعاقدية مع شركائها في الخارج.
إنجازات عديدة في مجالات متنوعة تستحق التقدير لمجموعة من الحرفيين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين حولوا معاناتهم إلى مصدر للابتكار والتطوع من خلال خياطة وتجهيز أقنعة وألبسة واقية للحد من انتشار فيروس كورونا. الروبورتاج لصوفيا عجون. بأنامل ذهبية وإرادة قوية تحدوا إعاقتهم ومارسوا عديد النشاطات، وتزامنا مع جائحة كوفيد-19 تطوعوا كغيرهم من المواطنين بصنع كميات معتبرة من الأقنعة والألبسة الواقية لتفادي انتشار فيروس كورونا. في المصالح ونخدم في هاد الليبافات تاع الخشب، نخدم بورتمونتو يعني فينيهم ندير لهم لافينيسيون. المجموعه بدات بصناعه الكمامات والالبسه الواقيه، بدينا نخدموا ونوفروا للمؤسسات بطريقه مجانيه. نشاطات مختلفه يمارسونها في مقرهم المتواضع بوهران بوسائل جد بسيطه، يتقنون عده حرف في وقت زمني قصير ودقه في العمل من اجل الرقي بنشاطهم. كنا من قبل نعملوا، ومن بعد شرنا بروبان بالعد، ومن بعد الحمد لله قاموا معنا الناس اصحاب الخير كل شيء يعاونونا وحلت. لقاو صعوبات في تسويق منتجات نتاعهم، وبالتالي رانا معاهم يوميا. شخص معاق يريد ان يبرهن الوجود نتاعه في المجتمع. شباب بإمكانيات بسيطة لكن بعزيمة قوية استطاعوا أن يحققوا ما يعجز آخرون على تحقيقه، وكلهم أمل في تحسن أوضاعهم وتوسيع نشاطهم. كشفت وزارة الصناعة الصيدلانية أنه بإمكان المصنعين المحليين للمواد الصيدلانية والمعدات الطبية إيداع برامج استيراد المواد الأولية لسنة 2021 ابتداء من يوم غد الأربعاء، وجاء ذلك في مذكرة إعلامية نشرتها الوزارة عبر حسابها في الفيسبوك. يتوقع نائب رئيس الوزراء الروسي أن تكون الموجة الثانية لفيروس كورونا ذات تأثير أقل على أسعار النفط مقارنة بالموجة الأولى، إذ ضربت الأسواق منذ شهر مارس الماضي، غير أنه اعتبر أن حظر السفر للمملكة المتحدة سيؤثر على سعر الخام مع تصاعد المخاوف بشأن سلالة جديدة من كورونا في بريطانيا، وبدأت الدول موجة جديدة من الإغلاقات وحظر السفر، وهو ما وصفه بالتطور الجدي في أسواق النفط. ردا على توقعات اختصاصيين اقتصاديين بانهيار اقتصاد بريطانيا إثر ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا، أكد مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أن اقتصاد بريطانيا قد عرف تعافيا في الفترة الماضية بعد الانهيار الناجم عن فيروس كورونا، ليسجل نموا بنسبة 16% على أساس سنوي في الربع الثالث من السنة الجارية. ووفقا لبيانات صادرة عن المصدر ذاته، فإن معدل النمو المحلي الإجمالي للبلاد جاء مرتفعا عن التوقعات السابقة والتي كانت في حدود 15.5%. تراجعت أسعار النفط اليوم لليوم الثاني على التوالي في ظل مخاوف من سلالة فيروس كورونا الجديدة التي سيطرت على الأسواق ودفعت دولا إلى فرض قيود أكثر صرامة، ما أدى إلى انخفاض أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 50.45 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس إلى 47.38 دولار للبرميل. ارتفع سعر الذهب اليوم بعد أن توصل الكونغرس الأمريكي أخيرا إلى اتفاق بشأن حزمة التحفيز التي طال انتظارها، حيث ارتفعت أسعار عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.14% عند مستوى 1885.35 دولار للأوقية. وفي ختام هذه النشرة الاقتصادية كالعادة إطلال على مستجدات أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري.
هذا الخبر، نصل إلى ختام هذا الموعد الاقتصادي، ألقاكم في أمان الله. إذن هكذا وصلنا إلى ملفنا الثاني، ومع قدوم فصل الشتاء يتوجه العديد من الجزائريين نحو السياحة الصحراوية، ولتشجيع هذه السياحة هنالك الكثير من الوكالات التي تقوم بهذا العمل. الزميلة دنيا نوالي تحدثت في هذا الروبورتاج عن دور الديوان الوطني الجزائري للسياحة في تفعيل نشاط السياحة الداخلية، نتابع. مع انطلاق موسم السياحة الشتوية وفي ظل جائحة كورونا تستقطب ولاية بشار وبالأخص منطقة تغيد الأفواج الأولى للسياح، حيث يعتزمون الإيواء بإقامات سياحية تحرص على اتباع البروتوكول الصحي الصارم خوفا من تفشي الوباء. مؤسسة الديوان الوطني الجزائري للسياحة ببشار أونات توفر لهم أجود العروض. هذه أول مرة نجي أنا لإقامة لونات ويعني والصحراء الجنوب الكبير لتعرف على المعالم التاريخية والسياحية الوطن الكبير. عجبتني على خاطرش فيها نظافة، لقينا ما كناش متوقعين باللي غادي تكون كيما هكا. تلقينا يعني استحسان كبير لأنه في احترام للتدابير الوقائية من جائحة كورونا. يشمل البرنامج تنظيم رحلات استكشاف المناطق الصحراوية كركوب الجمال والدراجات ذات الدفع الرباعي وغيرها من الخرجات الترفيهية التي ترضي رغبات السائح. إدماج الصناعة التقليدية في البرامج السياحية، وذلك بضبط برامج زيارات إلى المحلات الصناعة التقليدية، وذلك بغرض تسويق وترويج المنتوج السياحي التقليدي. مورفين تعاونا مع الأخ محمد تاع لونات، وحنا لونات هذه شركة وطنية وبقات بيناتنا المحبة، يجيبونا السواح يشرو علينا ومرحبا به. هي بنادم كان يحوس من قبل، بصح هذه جات أوكازيون باش نشوفوا الصحراء والجزائر تاعنا. عدنا جزائر شابة اللي قلنا نشوفوها خير. تبذل لونات ببشار جهودا معتبرة، حيث تستقطب العديد من السياح من خلال تنوع نشاطاتها بزخم التراث الثقافي للمنطقة. ولتعرف أكثر حول عمل الديوان الوطني الجزائري للسياحة معنا زميلة دنيا نوالي التي ستحاور السيد محمد بن عمار مدير وكالة الديوان الوطني الجزائري للسياحة بولاية بشار. أهلا بك دنيا. أهلا وسهلا مشاهدينا في برنامج الظهيرة من بشار، يأتيكم اليوم من جوهرة الصحراء تغيد لنفتح موضوعا حول السياحة الشتوية مع شركة لونات الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والأصفار ودورها في تفعيل وتنشيط السياحة الداخلية. يحضر معي السيد بن عمار محمد مدير الشركة الوطنية ببشار، مرحبا بك. بداية لو تعرفنا على نشاط الشركة الوطنية لونات. الوكالة الوطنية الجزائرية للسياحة هي تابعة للمؤسسة الوطنية الجزائرية للسياحة، مختصة في بيع المنتوج السياحي والسياحة الصحراوية بالخصوص، أي إعداد البرامج السياحية واستقبال الزبائن والسواح والقيام بتنظيم البرامج السياحية والمرافقة، وكذا تقديم أحسن خدمة سياحية للسائح الجزائري أو الأجنبي. ماذا عن نشاطاتكم السنوية؟ بالنسبة للنشاطات السنوية الخاصة بالوكالة هي عديدة ومتعددة، تهتم بمراعاة العطل والمناسبات الخاصة بكل موسم، كذلك على حسب طلبات الزبائن تكون يعني تنظيم البرامج بخصوص المناطق المراد زيارتها. بالنسبة كذلك للبرامج، احنا عدينا بعض البرامج الخاصة ببعض الفئات خاصة منهم الشباب، ركزنا كذلك هذا العام ان شاء الله تكون ان شاء الله برامج شبانية، فحواها المغامراتية، يعني الاستمتاع بالمناظر الطبيعية وزيارة المناطق الأثرية. التركيز على السياحة الداخلية بات ضروريا، وهذه الفترة من السنة تشهد إقبالا، أليس كذلك؟
أصبحنا نركز على السياحة الداخلية، خاصة وين أن الاستقبال يعني أصبح مستمر ودائم ليس كفي الفترة السابقة. إذن التركيز يعني يكون عندنا حول جودة الخدمة، كذلك بالنسبة للبرامج المقدمة تكون برامج حسب الطلبات الزبائن وتكون ذات نوعية خاصة، كذلك لابد كان لزاما علينا أننا نواكب ما تسيره البلدان في يعني تنويع السياحة الداخلية ودمجها ضمن المصاف، وأننا نكون يعني في الصورة اللائقة التي تليق ببلادنا. هذه السنة جاءت استثنائية في ظل جائحة كورونا، كيف تنشطون فيها وكيف تحافظون على سلامة السياح؟ نعم، بالنسبة للإجراءات كنا اتخذنا بعض الإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة كوفيد، وكنا قمنا يعني عند استقبال الزبائن بمجموعة من الإجراءات اللي تخص الوقاية والتباعد وارتداء الكمامة، بما في ذلك التوعية القبلية اللي درناها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وين كنا أخبرنا الزبائن باللي كاين هناك بروتوكول صحي معتمد لدى أو عند تنظيم البرنامج السياحي، وكان تجاوب كبير مع الزبائن عند الوصول وعند القيام ب يعني القيام بالاستعمال المحلول أو الكحول الوقا يعني عبر اليدين. إذن كنا درنا كل هذه الإجراءات والملصقات للحفاظ على صحة الزبون أو السائح الداخلي، وكذا الزبائن اللي كانوا يعني ضانين باللي ما يعني يكون ان البروتوكول ما يكونش محترم. إذن لقينا تجاوب كبير فيما يخص الاجراءات اللي طبقناها. ما هي المناطق التي تركزون عليها في برنامجكم؟ بالنسبه للمناطق السياحيه اللي ركزنا عليها في البرامج السياحيه الخاصه بالموسم استقبال السياحه او افتتاح السياحه الصحراويه، كنا ركزنا فيما مضى على المناطق الأثرية ذات البعد التاريخي، وكنا ركزنا كذلك في إعداد مرشدين سياحيين يعني أكفاء للتعريف بالمورود الثقافي المادي واللامادي الذي تسخر به المنطقة. كما نعرفوا احنا مناطق الثورة تسخر بمورود مادي اللي يتمثل في القصور وبعض الآثار والنقوش الحجرية التي تعود إلى ما قبل التاريخ. كنا كذلك في المناطق في زياراتنا نركز على المناطق التي لها رواج عالمي، وين السائح يكون عنده مبتغى، وين يعني يحب زيارة تلك المناطق ضمن البرنامج السياحي المعد. إذن ركزنا بشيء كبير على هذه المناطق، وين ان لقينا عندها يعني حتى هي طلبات لزبائن يعني سواء مريدين للمعلومه او كذلك مريدين لاخذ صور فوتوغرافيه تذكاريه في المنطقه. كيف يتم تسطير البرنامج السياحي لكل فوج وماذا يتضمن؟ بالنسبه تسطير البرامج الخاصه بالوكاله الوطنيه الجزائريه للسياحه يكون وفقا للفئات المستهدفه أو حسب طلبات الزبائن كما قلت لك في السابق. بالنسبة للفئات المستهدفة سواء كانت شباب عندها برنامج خاص، أو بالنسبة للعائلات كذلك نتحفظوا على بعض الأمور في البرنامج السياحي المعد. كذلك نشوفوا مثلا عندنا برامج سياحية خاصة بسياحة الأعمال، إذا كان فيه ملتقى أو مؤتمر نقوم بتسطير برنامج سياحي معد قبلا يعني في السابق نعدوه مع الهيئه المنظمه لهذا البرنامج السياحي، وندمجوا هذا البرنامج السياحي ضمن الاطار الاكاديمي لما يكونوا زوار خارج يعني خارج الجزائر او خارج المنطقه نتاعنا، ويكونوا يعني ما عندهوش درايه مسبقه على المناطق السياحيه التي تزخر بها المنطقه. نحن نقوم بدورنا في ادماج هذا البرنامج السياحي ضمن البرنامج الأكاديمي، ويكون فيه تزاوج مما ينتج عنه صورة تعريفية للمنطقة، وكذلك أخذ ذكرى لترسخ في يعني سواء المشارك أو السائح بدرجة أولى. ما هي الصعوبات التي تواجهونها؟ بالنسبة للصعوبات التي تواجهها الوكالة الوطنية الجزائرية للسياحة عند تنظيم البرنامج السياحي، ما هي يعني نشوفها صعوبات عامة
ونقولوا نقدروا نقولوا باللي صعوبات خاصه، يعني هي صعوبات تقنيه. بالنسبه للصعوبات العامه، ان نقولوا باللي القطاع السياحي هو قطاع افقي، يعني قطاع تشاركي، لابد من اشراك جميع اطياف المجتمع كل بدوره، سواء من جانب المجتمع المدني كالجمعيات المتخصصه او المتخصصه في الاستقبال السياحي او في الخدمه السياحيه، أو بالنسبة للجمعيات كذلك التي لها دور توعية الثقافية خاصة في المناطق الأثرية التي يجب المحافظة عليها، يعني نحافظ عليها من الاندثار، يعني المحافظة عليها كذلك لتوريثها للأجيال القادمة، لما يسمى بالتنمية السياحية المستدامة. يعني لابد من توعية وتنمية بشرية للوصول إلى التنمية السياحية المستدامة، هذا يعني شق. بالنسبة للشق الثاني، لابد علينا في التركيز في الخدمة السياحية على التدريب والتكوين، ما يعني أن لابد أن يكون هناك تكوين متواصل بالنسبة للمرشدين، بالنسبة للفاعلين السياحيين، أنا نقول للمتخصصين، حتى نصل بجودة نوعية في تقديم الخدمة السياحية وتكون عندنا ريادة في هذا المجال. ما هي طموحاتكم المستقبلية؟ بالنسبة لطموحاتنا المستقبلية، أننا نصب إلى استقبال أكبر عدد ممكن من السواح، خاصة منهم السواح الداخليين، بالإضافة إلى الترويج إلى السياحة الداخلية والتعريف بالمناطق السياحية، سواء المعروفة سابقا أو التي تم اكتشافها حديثا. كذلك طموحاتنا أن تكون تقديم خدمات سياحية، كما قلت لك في السابق، خدمات سياحية نوعية ذات جودة للسائح، خاصة منه السائح الداخلي، وين أن نعرفوا بأن السائح الداخلي الجزائري ذو ذوق ويعني وذو إحساس، يعني لما يعني في تطبيق الخدمة السياحية نحس بأن الجزائري يحب زيارة المناطق الأثرية والسياحية، وكذلك التعريف يعني بهذا الموروث. إذا طموحاتنا إن شاء الله طموحات كبيرة، ونتمناو بلي السياحة أننا نصبوا منها كما قلت لك لها إلى الريادة العالمية إن شاء الله. في النهاية أستاذ بن عمار، أعطينا كلمة اختتامية. نشكركم على هذا البرنامج، كذلك نتمناو من السياحة الداخلية النمو ثم النمو، كذلك طموحنا أننا نتمناو باللي الوكالة الوطنية الجزائرية أنها تقدم أحسن الخدمات للسواح منهم الداخليين والخارجيين، كذلك نتمناو بإدماج السياحة في إدماج السياحة الداخلية في المنتوج الوطني كمنتوج معترف به، كذلك نتمناو القيام بإشراك جميع الفاعلين للخدمة السياحية والنهوض بهذا كما نقول العملاق النائم، وإشراكه في الاقتصاد الوطني حتى نتمكن من يعني سواء التعريف بمناطقنا السياحية أو يعني إنتاج العمالة الجديدة في هذا الخصوص. أستاذ بن عمار، شكرا على هذا النقاش الشيق، ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذا النقاش الشيق حول وضعية السياحة الشتوية ودور لونات الشركة الوطنية في تفعيل هذه السياحة الداخلية. مشاهدينا من جوهرة الصحراء، نشكركم على حسن التتبع والإصغاء. شكرا جزيلا لك يا زميلة دنيا نوالي، ولضيفك الكريم، وهي دعوة لكل الجزائريين الراغبين في اكتشاف جمال صحرائنا الشاسع، فهو الفصل المفضل لهذه السياحة. وبهذا نصل إلى أخبارنا الرياضية مع الزميل علي جعفر، لكن بعد الفاصل. أهلا بك زميل علي، ماذا عن أخبار الرياضة لنهار اليوم؟
نعم ليديا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا سعدتم مساء، السلام عليكم ورحمة الله. والبداية بمباراة شبيبة القبائل التي تواجه في هذه الأثناء اتحاد الدرك النيجيري ضمن ذهاب الدور الأول لكأس الكاف، وتفرض تعادل بهدف لمثله بعد نهاية الشوط الأول، وكان بن سائح سباقا للتهديف لصالح الشبيبة في الدقيقة 11، بينما عدل الفريق المحلي في الدقيقة 33. دائما في كأس الكاف، حيث تفاجأت إدارة وفاق سطيف بغلق أبواب الملعب في وجه الفريق عندما كان الفريق بصدد إجراء تدريبه الثاني بالعاصمة تشادية نجمنا، حيث سيواجه نادي رينيسانس غدا الأربعاء. واضطر الطاقم الفني للوفاق ببرمجة الحصة بملعب الفندق الذي يقيم به بدل ملعب المباراة. هذا ويعقد الآن اجتماع تقني مع ممثلي الكاف، حيث من المقرر أن يدرج أو أن يتم طرح الإشكال رسميا في انتظار رد الجهة المنظمة. وفاق سطيف كان قد تنقل أمس إلى تشاد منتشيا إذن بانطلاقته القوية وصدارته المستحقة للبطولة. الزميل محمد صالح بوساكر رصد أو حضر جانبا من تدريبات الوفاق قبل تنقله وبعث بالتقرير التالي. القارية من بوابة كأس الكاف التي سيستهلها بمواجهة نادي رونيسانس تشادي برسم ذهاب الدور الثاني يوم الأربعاء المقبل. الوفاق الذي بصم على بداية مثالية في البطولة الوطنية سيكون أمام تحدي جديد على المستوى القاري، ليكون آخر مشاركة في المنافسة الإفريقية تعود إلى الموسم 2018. التحضيرات لهذا الموعد تمت في ظروف جيدة وبمعنويات عالية لتحدي الخصم والظروف الطبيعية الصعبة بنجامينا. فريق وفاق سطيف بالتاريخ نتاعو بالتراديسيون نتاعو في لي كومبيتيسيون هذوما، دونك يعرف يسافر ان شاء الله، والمجموعه ان شاء الله ولو معناها مجموعه صغيره ولكن فيها لي كادر اللي عندهم اكسبيريونس، ان شاء الله معناها باش نمشيو باش نلعبوا غاديك وننساو مقابله الروتور. الفو بيان نيغوسي المقابله هذه نتاع الذهاب. كي تروح ثم دير ريزلت ايجابيه ثاني ثم، احنا ان شاء الله نعملوا على هذا الشيء باش نروحوا لتشاد نجيبوا نتيجه ايجابيه. باش كي نلعبوا هنا ريوتور ان شاء الله يجينا ساهل ان شاء الله. عندنا تما جروب جون وعندنا دي جون اللي بالك لا بروميير فوا اللي يلعبوا الكوب دافريك هذه، مي عندنا كامل لا كونفيونس باش نروحوا ان شاء الله باش نسييو نعملوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله. الوفاق المتعود والعارف لخبايا ادغال افريقيا سيعمل على تحقيق نتيجه ايجابيه قبل لقاء العوده بمدينه سطيف، لتبدا معها رحله البحث عن العوده الى منصه التتويج التي اعتلاها مرتين في مشواره القاري. نبقى مع المنافسات القارية، حيث ستكون الأندية المشاركة في دوري الأبطال وكأس الكاف في مهمات متباينة، حيث يطمح شباب بلوزداد ومولودية الجزائر لرفع سقف التنافس على حساب غورمايا الكيني والنادي الصفاقسي التونسي على التوالي. يقول محمد شوماني. بعد اكتمال مأموريتهما ها هما يستعدان للقادم وسط ضبابية الحضور للمنافسين والتحضير الذهني بالدرجة الأولى. فغورماهيا الكيني سيتأخر كما حدث لبافلز بنفس الظروف والمعطيات، رغم سعي الإدارة البلوزدادية التي حضرت لكل السيناريوهات. فنيا تقنيا يبدو الشباب في أبهى حلة بفعل الانتصارات منذ افتتاح البطولات قارية ووطنية بحضور النتائج وتعافي واستقرار التعداد. كانت أول مقابلة الدربي تاعنا في هذا الموسم، كنا بصدد يعني باش نديروا نتيجة إيجابية اللي راح تخلينا نحضر المقابلة كأس إفريقيا يوم الأربعاء. طحنا اليوم ضد فريق يعني نعرفوه، يعني فريق ملاحة حسين داي اللي خلق لنا عدة مشاكل. الحمد لله قدرنا نسجلوا الهدف الأول مع نهاية الشوط الأول، لهذا اللي سمحنا لنا وصححنا شويه اخطاء يعني كانت في الميدان. في الشوط الثاني كنا احسن، كان الانتشار تاعنا احسن، نظن باللي كي نشوفوا نظن باللي كانت النتيجه مستحقه. هذه اللي حتخلينا ان شاء الله نحضروا الباقيه بالتاكيد. الحمد لله حققنا الاهم، ما كانتش سهله، وين صعب خلقوا لنا صعوبات سيرتو في الشوط الاول. الحمد لله وين الهدف نظن ركله جزاء حررتنا خلتنا نلعبوا فوتبول تاعنا، حققنا 3 نقاط ان شاء الله بور لا سويت. دوك حنخمو نوبليو شامبيونا، عندنا كوب دافريك ماتش تري امبورطون هنايا في سان جويي باش ندخلوا لي بون ان شاء الله. المولوديه وبعد بدايه متوازنه حققت المطلوب وان كان بتدوير التعداد ثم الكوتشينج لتدك شباك بافلز بخماسيه كانت
لتكون أثقل لولا اختيار اللاعب بالبدلاء بين قوسين. سوري دار في الماتش ما تقلقناش، صبرنا حتى لدوزياميتون وين بالك كاين لي دي جوار ما عندهمش بالك طونجو كيما اللي لعبوا بزاف، مي الحمد لله صحابي كي دخلوا في دوزياميتون جاو زادوا البلوس. وين كنا واعيين بالمسؤوليه ما يخفالكش، وين كان لازم نتكاليفيو في بلادنا لا. الحمد لله كتشوف الفوز بالاداء والنتيجه، ان شاء الله نكملوا في هاد النتائج الايجابيه ان شاء الله باش نزيدوا نمدوا كونفيونس لينا واللاعبين كاع. بعدها لنغيز راي اخر. كان منتظر وكنا ننتظروا بلي راح نجوزوا هذه المرحله هذه، وراكم شفتوا فوق الميدان وين دخلنا بقوه، ومن بعد شويه استرخاء وتراخينا شويه وطحنا في السهوله، الشيء اللي كلفنا هدف، ولكن مليحه كي عدنا في الصعوبه وسجلوا علينا هدف عندنا زوج بواحد. نظن بلي هذه داخله في الخبره وحتى اللاعبين عرفوا كيفاش يسيروا من بعد، ما تقلقوش. الموعد من بافرز الى صفاقسي مرورا بغليزان سيكون مفتوحا على سيناريوهات عده لفريق بدا كما يجب لحد الساعة، وإن كان المنافس صعبا شرسا قويا محليا بتونس وممتنعا إفريقيا في لقاء ديربي بأتم معنى الكلمة. مام في الجروب تاعنا على بالنا بلي مسؤولية كبيرة اللي تسنى فينا باش نفرحوا الشعب إن شاء الله ونفرحوا رواحنا ونجيبوا إن شاء الله تيتر المولودية. في بداية الموسم قلنا بلي المولودية الموسم هذا راح تكون عندها ثلاث فرق، زوج فرق من الأكابر اللي يخدموا بنفس الطريقة بنفس الروح بنفس العزيمة. المحطتان بظروفهما تحتاجان لدعم وزارة الشباب والرياضة لمرافقة أندية رابطة الأبطال الإفريقية وأندية كأس الكونفدرالية، فالوفاق الصطيفي وشبيبة القبائل بحاجة ماسة لنفس الدعم في قارة لا تعترف بالمنطق بقدر الكواليس، وللساعات القادمة أسرار وأسرار. محليا قدمت الرابطة الوطنية للهواة ثلاثة اقتراحات تتعلق بصيغة المنافسة في الموسم الجديد بالنسبة لبطولة الدرجة الثانية، ويتضمن الاقتراح الأول الإبقاء على مجموعتين ب18 فريقا مع صعود متصدر كل مجموعة وهبوط أصحاب المراكز الستة الأخيرة. في الصيغة الثانية اقترحت الرابطة ثلاث مجموعات ب12 فريقا لكل مجموعة ببطولة تلعب ذهابا وإيابا يتمخض عنها صعود أصحاب الصدارة وهبوط الأربعة الأواخر عن كل مجموعة. أما الصيغة الثالثة فتلعب بأربع مجموعات من 9 أندية يتأهل الرائد عن كل مجموعة إلى دورة مصغرة تتضمن أو تتمخض عن صعود فريقين اثنين إلى الدرجة الأولى. في بطولة الرابطة المحترفة ستكون الجولة الخامسة المقررة على غير العادة غدا الأربعاء، ستكون مبتورة من ثلاث مباريات بسبب المشاركة القارية لبعض الأندية، ويبرز في الجولة ديربي الغرب بين اتحاد بالعباس ومولودية وهران. يقول محمد شوماني ثانية. ديربي الغرب يعود مجددا بمعطيات مختلفة، فالاتحاد يعاني بتداعيات الأزمة المالية ملازما آخر الترتيب، فيما ظفر الحمراوي بالنقاط الثلاث في درب أول مع وداد تلمسان. الاتحاد بعد خسارته أمام شبيبة الصورة لا حل له سوى الفوز البعيد المنال، ولو أن منطق الكرة لا يعترف بالمستحيل ولا المحال، وهو الشأن لوداد تلمسان المتعثر الباحث عن فوز على البالي عندما يلتقي الاتحاد البسكري المتعادل بملعبه في آخر الجولات. غير بعيد السريع الغليزاني، وبعدما ضبط سرعته بفوز أول وخارج الديار سيبحث عن الأول داخلها أمام مولودية الجزائر المنتهي من خرجة بافرز المفكر في صفاقسي وعينه على صدارة مؤقتة لتدوير التعداد. نجم مقرى وبعد بداية جيدة تعثر وتبحثرت أوراقه برحيل باشا ليبحث عنها أمام العنيد شبيبة الصور الفائز مرتين المتعادل مثلها المعلن عن طموح كبير في بطولة الموسم. أما شبيبة تسكيكدا المنهزمة في درب عين مليلة بنتيجة ثقيلة فلا حل لها سوى الفوز الثاني بأرضها أمام أولمبي شلف المسافر جيدا رغم سقوطه الحر بملعبه أمام الشبيبة. القمة الأخرى الكبيرة على ملعب بن عبد المالك تجمع شباب قسنطينة باتحاد الجزائر بتداعيات إدارية لكليهما مع تشابه الوضعية الفنية
بتعثراته السياسية والاتحاد ما يجعل اللقاء حاسما لخروج أحدهما من أزمة النتائج. أزمة غير معلنة بفرادو بانتقالية التشكيلة الشابة المتعادلة على طول الخط أمام أهلي برج بوعريليج الباحث عن نفسه منذ بداية الموسم المفتش عن نقاط الانطلاقة الفعلية لأبناء بلاد زيري. ختام الرياضة، شكرا لكم مشاهدين، عودة إلى ليديا البحري وبرنامج الظاهرة. شكرا لك علي، شكرا لكم مشاهدينا، وصلنا إلى ختام ظهيرة اليوم. تقبلوا تحياتي، تحية الفريق التقني والصحفي الذي خدمكم اليوم. نلقاكم بخير والسلام عليكم.